أبي، هذا البحر الواسع، ماذا بعده؟ وين ينتهي؟ البحر يا بني قصة طويلة، مياه وكنوز وعوالم وحياة. البحر يا بني أحمد عالم آخر. لكن يا أبي، أحس أن البحر يخبي أسرارا كثيرة، لكنني مع ذلك أريد أن أكون مثلك ومثل جدي. يا بني، خذها كلمة مني واحفظها في صدرك. البحار يا قطعة قلبي، من يكتشف البحر ويدون أسراره ويوثق معالمه. صحبني أبي في رحلاته ونزهاته في البحر منذ أن نشأت في جلفاء، أرض من أراضي عمان. كان يتعشم في أن أكون عالما ويخبرني عن جلفاء بأنها أرض الأبطال. كان مما علمني أبي أن علم البحر ليس ذاتياً وحده، بل هو علم يتطلب علوماً أخرى كالجغرافيا والأدب واللغة. ذلك لزام للبحار الماهر. بسم الله مجريها ومرساها، عرفت الريح ومراميها والطرق ونواحيها والنجوم أقاصيها ودانيها، فدونت كل ما اكتشفت ولاحظت ووثقته في كتابي الفوائد في أصول علم البحار والفرائد، وكتاب المناهج الفاخر في علم البحار الزاخر، وفي قصيدة الهمزية وأرجوزة السفالية وغيرها. ومن اختراعنا في علم البحر تركيب مغناطيس على البوصلة بنفسه، ولنا فيه حكمة كبيرة لم تودع في كتاب من قبل. ذرعت البحر شرقا وغربا، وجبت بلاد الدنيا وبلدانا لم يسطع لها ربابنة البحر قبلي، فقد وصلت بحمد الله إلى سواحل الصين العظيمة وبربرة، وإلى دواخل الهند وجزر إفريقيا وغيرها. قال الأقدمون: البحر عالم مهيب، نحن في وسط هذا البحر وها هي عاصفة قادمة، فلنتأهب لمجابهة برقها ورعدها. العاصفة قادمة، أدير السفينة، أنزل الأشرع قبل أن تتكسر، هيا استديروا، فليلتزم كل بموضعه، أمسكوا من هنا، هيا هيا، الله معنا، أمسك الحبل جيدا. ها هي العاصفة تنقشع وتعبر سفينتنا منها بكل سلام بفضل الله والحكمة التي نمتلكها. بعد أن وعيت علوم البحر منطلقاً من أرض جلفار، الأرض التي دافع عنها إمام عمان الجولند بن مسعود، وبعد أن اخترعت من الآلات ما يمكنني من تجاوز الأخطار، فمن عرف الريح أنها تأتي وأنها تسير عرف أين يوجه دفة سفينته. كل هذه العلوم دونتها في كتبي، علم نافع ينتفع به وأثر باق يخلد اسمي،
لتعبر به ربابنة البحر عبر البحار، وليطوف اسم أسد البحار العماني عبر الأمصار. أحمد بن ماجد السعدي العماني.